اول فعاليه في اليوم النهارده كان حفل تخرج الشباب الافريقي من البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب وتدريب الشباب من الافارقه. والبرنامج يعني النهارده كان تم تدريب 100 من الشباب من 29 دوله، وان العدد المستهدف هو 1000 شاب على مراحل او على مؤتمرات اخرى قادمه. خلونا نتعرف على نماذج اخرى من النماذج اللي كانت مشاركه في فعاليات الامس وفعاليات اليوم في مؤتمر الشباب. لا شك انه الاحزاب او التنسيقية مش بس كانوا مشاركين في حفل التخريج النهارده او في الاكاديميه الوطنيه للتاهيل والتدريب والبرنامج الرئاسي طبعا لتاهيل الشباب الافريقي على القياده، كانوا مشاركين ايضا في مبادرات زي مبادرة حياة كريمة، مشاركين في عدد حتى من الجلسات الموجودة في المؤتمر من يوم أمس، من جلسة المحاكاة أو جلستي المحاكاة والجلسات حتى الموجودة النهاردة. وكان في مقترحات رائعة، وكان في قدرة كمان على تدريب أو تأهيل الشباب الحديث العهد بهذه الأمور أو بهذه الملفات من واقع خبرتهم من تنسيقية شباب الأحزاب. رحب بحضرتك أستاذ محمد عزمي والأستاذة غادة فتحي، تحياتي لكم. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبدأ مع أستاذ محمد عزمي، إنه يعني كان في خلال جلسات المؤتمر مقترحات من جانبكم، كان في تجاوب من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والوزراء الموجودين وممثلي حكومة المحاكاة من الشباب. خلونا نتكلم عن هذا التفاعل وهذا الحراك اللي حاصل ما بين الدولة الحقيقية والدولة المقترحة، أو يعني مجموعة من الشباب ممكن في يوم من الأيام نلاقي منهم وزير ونلاقي منهم سفير ونلاقي منهم رجال دولة حقيقيين. يعني خلونا نتكلم عن كل هذا التفاعل. محمد، صحيح كلام حضرتك مليون المية. خلينا في البداية نقول إن دورية انعقاد مثل هذه المؤتمرات هو تأكيد على الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الحوار المباشر مع الشباب هو أفضل آلية لمناقشة القضايا، سواء التي تهم الشباب أو سواء التي تهم المجتمع بصفة عامة. طبعا كلنا تابعنا نموذج محاكاة الدولة المصرية امبارح اللي كان فيه ممثلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخلينا نقول أن كان فيه 5 عناصر مهمة داخل هذا النموذج. أولا هي الحكومة الحالية، ثانيا هو شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذين كانوا يمثلون بعض الوزراء داخل نموذج المحاكاة، وأيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا السيد معالي دولة رئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية الدكتور علي عبد العال. هذه العناصر اجتمعت على طاولة مستديرة واحدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية لتؤكد على أن هذه هي العناصر الأساسية في صناعة القرار داخل الدولة المصرية، وعلى ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية داخل صياغة الرؤى والمشروعات التي تعدها الدولة من أجل إعداد تنمية حقيقية يلمسها المواطن المصري. فالحقيقة كانت المشاركة بتاعت التنسيقية، طبعا كلنا تابعنا بعض المقترحات اللي تقدم بها الإخوة الزملاء الأفاضل مثل المجلس القومي لسلامة النقل وما إلى ذلك من بعض المقترحات التي تهم فعلا المجتمع وتحل وتتصدى لقضايا تواجه المجتمع بشكل عام وتهم الشباب بشكل خاص. طيب أستاذ محمد، خليني أسأل أيضا أستاذة غادة عن من يوم أمس، خلينا نبدأ من يوم أمس من بداية نموذج المحاكاة الأول، من ثم نموذج المحاكاة الثاني. نموذج المحاكاة الأول يمكن كان بيتحدث عن الناحية أو المجالات الاقتصادية، تحدث عن خطط الموازنة، تحدث عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم بعدين في الجلسة أو نموذج المحاكاة الآخر كان هناك حديث أيضا عن إجراءات الحماية الاجتماعية، كان حديث أيضا عن الإجراءات الأمنية. خلينا نتعرف من حضرتك عن دوركم في هذا النموذج وأهمية هذا النموذج، أهمية هذه المشاركة لهذا العدد من الشباب في نموذج محاكاة زي ده يمكن الجميع عاشت بيه. تمام. طبعا استكمالا لكلام عزمي والجلسة امبارح، احنا التنسيقية شاركت امبارح بأربع ممثلين ليها في نموذج محاكاة الدولة المصرية. طبعا الجلسة كانت أكتر من رائعة، كنا اتكلمنا عن الإصلاح الاقتصادي والتسويق الحكومي، فكانت بصراحة جلسة طلعنا بيها منها بحاجة كويسة جدا. كان دور التنسيقية دور مهم قوي امبارح، والحمد لله الحمد لله يعني سمعنا الـ بعد الجلسة الناس قالت ايه عن الدور بتاعنا، وكان لا كانت أكتر من رائعة امبارح بصراحة. كان ايه دوركم في نموذج المحاكاة الاول ونموذج المحاكاة الثاني؟ احنا كان دورنا كنا بنتكلم في التنمية والاصلاح الاقتصادي والتسويق الحكومي. تمام. وكان عندنا 4 ممثلين من التنسيقية.
طيب. خلينا اسال ايضا استاذ محمد، نساله عن اهميه دور الشباب في انه يكون مشارك في نموذج من نماذج المحاكاه، وهذه النماذج اللي زي ما قلنا انه عدد كبير يمكن الامم المتحده اشادت بيها. يعني حضرتك شايف هذا البرنامج او هذا النموذج ازاي؟ يجب ان نتفق على ان اي احتكاك من الشباب المشارك بالسلطات التنفيذيه او بهذه النماذج يضيف كثيرا من الخبرات والمعرفة إلى هذا الشباب، واحتكاكه المباشر مع السلطة التنفيذية بداية من السيد رئيس الجمهورية وصولا إلى رؤساء الهيئات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السادة الوزراء أضاف كثير إلى هذا الشباب، وأصبح أمامهم رؤية شاملة للوضع المصري. خلينا نتفق إن ممكن نتصدى لأي مشكلة بأي حل من الحلول، لكن دون معرفة تفاصيل الأمور والاستهداف على الدولة المصرية وما يحيط بنا من مشكلات على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد العالمي، هو ده اللي هيتحكم في صناعة القرار قبل اتخاذه. نعم. فاحتكاك الشباب داخل نماذج المحاكاة دي أولا ولد طاقة إيجابية مهولة، وكم الحماس اللي كان عند الشباب أمس وهم يعرضون أفكارهم وأطروحاتهم بشأن القضايا، بالإضافة إلى الخبرات اللي اكتسبوها من هذا النموذج، واللي أتوقع أنها تكون انتقلت إلى كافة المتابعين وكافة المشاهدين حتى إذا لم يكن داخل القاعة لكن وفق وسائل التواصل والتلفزيون والإذاعة. طيب أستاذة غدا، هل وجود تنسيقية الأحزاب تمثل الأحزاب المصرية في هذا النموذج في المؤتمر الوطني للشباب، هذا التفاعل وهذا الحراك هل يغير من فكر الأحزاب نفسها وسياستها تجاه الشباب؟ هل يكون للشباب نصيب أكبر في التواجد داخل الأحزاب المصرية في الفترة القادمة؟ طبعا اكيد ده هيبقى ليه دور مهم جدا ان الشباب تبقى متواجده في الاحزاب، وخصوصا اصلا انت عندك احزاب من جميع الفئات، في مؤيد وفي معارض وفي من كل الاتجاهات والتيارات، فطبعا اكيد هتلاقي الشباب لا هيبقى عندها وعي وفكر دلوقتي احسن، والتنسيقيه والاحزاب ظهرت بصوره كويسه جدا في اليوم في امبارح والنهارده، فانت لا طبعا بتوصل رساله ان لا الشباب هتبقى عارفه ازاي تقول رايها، عارفه تساهم، عارفه لا في حلقه وصل خلاص اصبحت بين الشباب وبين الرئيس عن طريق الأحزاب، عن طريق البرنامج الرئاسي، عن طريق أي حاجة، بس خلاص الشباب بقى عندهم أمل إن في لا في صوتي هيوصل، رأيي هيوصل. طيب أستاذ محمد، هل يخلق هذا الحوار تكامل بين أدوار؟ أنا عايز أضيف نقطة بعد اتفضل. عايز أستأذنك وأضيف نقطة مهمة هنا، إن الدولة أما تخطط لتنمية سياسية حقيقية خطبت شباب الأحزاب السياسية من أجل إعداد كوادر تعي مسؤولية هذا الوطن وتعي مخاطر الأمن القومي التي تحيط بنا، من أجل أن تكون هم قادة المستقبل بحق، وأن يكونوا قادرون على صناعة تغيير يناسب هذه الحداثة وهذا التطور الذي نشهده كل يوم. يعني إذا نستطيع أن نقول أن هذا الحوار بين تنسيقية شباب الأحزاب ممثلة الأحزاب المصرية وبين الشباب وبين الدولة، هذا يصنع التكامل بين رؤى الأحزاب السياسية وبين الدولة المصرية وتوجهاتها وسياستها. صحيح، وده اللي بيمهد أن احنا ممكن نشوف الأحزاب السياسية تشكل الحكومة في يوم من الأيام، أن يكون هناك وزيرا سياسيا ينتمي إلى حزب سياسي في القريب العاجل إن شاء الله، وفقا للرؤية والخطوات التي تتخذها الدولة من أجل إحداث تنمية وفارق داخل الحياة الحزبية والحياة السياسية المصرية. أستاذة غدا ذكرت جزء مهم، ذكرت التنوع في التنوع السياسي داخل تنسيقية الأحزاب، يمكن النقاش أو النقاش اللي كان مطروح، عدد من الأفكار المطروحة كانت بتوضح التنوع الموجود من الشباب والاختلاف والتنوع السياسي. كلمونا عن هذا التنوع داخل تنسيقية شباب الأحزاب، كلمينا اتفضلي أستاذة. طبعا احنا عندنا جميع انتي، عشان اصلا الحزب ده بيبقى اصلا مجموعه افكار الناس متفقه عليها، فبيبقوا نفس الرؤى ونفس الافكار، فانتي عندك كام حزب جوه التنسيقيه؟ كتير، حوالي فوق 25 حزب، كل حزب ليه فكر معين وتصور معين، فانت لا انت عملت ايه؟ انت دمجت تمام جميع الافكار مع بعضها، كون اصلا ان احنا بنتكلم مع بعض بنناقش افكار بعض، انت مؤيد، انت عندك حاجه معارضه، انت شايف فكرتك شكلها ايه، رؤيتك قدام شكلها ايه، ده بيخلق روح من التعاون داخل الاحزاب، داخل يعني الشباب نفسها عارفه تتكلم وعارفه تقول رايها، فانت ده طبعا بيضيف ان انت اختلاف الفكر
واختلاف الرأي ده بيقول لك يعني بيقول ان لا يعني احنا ممكن نجتمع على حاجة واحدة تبقى في مصلحة البلد، لانه كله اكيد هدفه في الاخر مصلحة البلد يعني. نعم. وخلينا اضيف لحضرتك برضو ان الحقيقة اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ضربوا مثل صريح في تخطي الايديولوجية السياسية. كل من اعضاء التنسيقية ينتمي الى اتجاه فكري او تيار فكري يعبر عن قناعاته الشخصية وعن اتجاهه السياسي. كل الاعضاء الحقيقة تخطت الايديولوجية واتفقت على الثوابت الوطنية وعلى اهمية الدولة المصرية وبناء دولة فتية فعلا قادرة على انها تنافس الدول الكبرى، وده اللي الحقيقة انعكس داخل كثيرا من الفعاليات التي تمت داخل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال الفترة السابقة، سواء مرورا بمناقشة التعديلات الدستورية، مرورا بمناقشة مجموعة من التشريعات التي تهم المواطن المصري، مع اختلاف ايديولوجيات الممثلين داخل التنسيقية اتفق الجميع على الهوية المصرية للمواطن المصري، وهي دي اللي احنا فعلا بنعززه ونحاول نزرعه داخل الشباب المصري. استاذ محمد، انتوا يمكن مشاركتكم في المؤتمر الوطني للشباب مشاركه ربما يعني لم تكن بس في نموذج المحاكاه، النموذج الاول والنموذج الثاني، انتوا كان ليكم ايضا مشاركه اليوم في عدد من الجلسات حياه كريمه، كنتوا موجودين ايضا من صباح في الباكر في التحول الرقمي، من البدايه كمان شاهدنا تخريج دفعه من القاده الافارقه او البرنامج الرئاسي لتاهيل وتدريب الشباب الافارقه على القيادة. كلمونا في البداية عن مشاركتكم في هذا المؤتمر سواء يوم أمس أو سواء اليوم، بس خلينا نتكلم عن اليوم بما أننا تكلمنا عن نموذج المحاكاة. تفضل أستاذ محمد. والله الحقيقة خلينا نقول أن هذا المؤتمر في نسخته السابعة يأتي متميزا للغاية ومختلف اختلاف كبير عن النسخ الستة اللي فاتت. احنا شايفين تفاعل في كل الجلسات، طبعا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كيفما ذكرت أن هم شاركوا في أغلب الجلسات، والحقيقة المشاركة بتاعت التنسيقية كانت إيجابية جدا، وتم عرض مجموعات من الأفكار سواء على مستوى جلسة التحول الرقمي اليوم وكيفية إن احنا ندمج بين جهات الحكومة كلها وإزاي يبقى في ربط وتكامل بين هذه الجهات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين. نعم. وهنشارك إن شاء الله في جلسة اسأل الرئيس المزمع عقدها كمان شوية. نعم. وعندنا تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، ودي اللي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن العلاقات اللي بتربط الشباب المصري بالشباب الأفريقي أصبحت أكثر متانة وأصبحت أكثر قوة، بل وأصبح الشباب المصري مثالا يحتذى به لدى الشباب الأفريقي، وأصبح يتطلع لأن يكون مثله وأن يكون لديه مؤتمرات مثل مؤتمرات الشباب المصري. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد عزمي والأستاذة غادة فتحي من تنسيقية شباب الأحزاب، نورتونا، نورتوا العاصمة وشعار المؤتمر. إذا سريا فعاليات اليوم بدأت بحفل تخرج 100 من 29 دولة أفريقية ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة للقيادة، ده طبعا بيجي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وانفتاح مصر بكل الأشكال على أفريقيا. شهدنا في إحدى جلسات اليوم أو الجلسة الثانية التحول الرقمي، وفي الجلسة قبل الأخيرة شهدنا مؤتمر إطلاق مبادرة حياة كريمة. بقي الجلسة التي ينتظرها جميع المشاهدين في هذا المؤتمر، وهي جلسة اسأل الرئيس التي يفتح فيها الرئيس صدره وأفكاره للشباب وللإجابة على الأسئلة التي تم تلقيها منذ 19 حتى 25 من شهر يوليو الجاري. المؤتمر بشكل عام في نسخته السابعة بشهادة الجميع هو الأكثر نضجا، هو الأكثر جمالا، هو الأكثر وعيا على مستوى الشكل والتنظيم والمحتوى. يعني خلونا يعني احمد، من بدايه هذا اليوم كان هناك حفل تخريج كما ذكرت، تخريج الشباب الافارقه او شباب البرنامج الرئاسي للتاهيل او اللي كانوا بيتدربوا على القياده في هذا البرنامج، وهي واحده من التوصيات مؤتمرات الشباب او منتديات الشباب. يمكن المنتدى السابع نضجه بيجي بعد عدد من المؤتمرات اللي كان فيها عدد من التوصيات، واحنا بنشوف تنفيذها على الارض، بنشوف الاكاديميه الوطنيه للتاهيل والتدريب، بنشوف اليوم تخريج دفعه كبيره من 100
شاب افريقي بيعني التواصل مع القاره الافريقيه، بيعني اهتمام بدور الشباب، اهتمام بوجود الشباب في القياده السياسيه المستقبليه. هناك يعني رسائل مهمه بتصل من خلال هذا المؤتمر او من خلال النسخه السابعه للمؤتمر. خليني اذكر نقطه مهمه جدا ايضا، هناك عدد كبير من العمال بيحيطوا بينا طول الوقت، يمكن احمد موجودين او متواجدين لخدمه 1500 شاب مشاركين هنا في هذا المؤتمر، موجودين لخدمه عدد كبير من وسائل الاعلام، عدد كبير من المشاركين من الحضور. هناك ربما اهتمام كبير او عدد كبير من العمال يجب ان نوجه لهم كلمه شكر، لانه دورهم هو دور هام ودور كبير جدا في هذا المنتدى. تمام سارية، بالفعل. وخلينا نتذكر انه النسخه السابعه من المؤتمر الوطني للشباب نسخه لن تنسى، لانه المؤتمر الوطني للشباب النسخه الاخرى التي سوف تعقد في يوم ما هنا في العاصمه الاداريه سوف تكون العاصمه الاداريه اكثر اضاءه، سوف تكون هناك ابنيه حقيقيه، سوف يكون هناك عاملون وموظفون يجيئون ويروحون في هذا المكان، سوف يكون هناك حياه حقيقيه في العاصمه الاداريه فعند انعقاد المؤتمر الوطني للشباب الثاني في هذا المكان مره اخرى. شكرا جزيلا لكم، شكرا لك سارية على هذا اللقاء وهذه التغطيه، شكرا زميلتي مروج، ولمشاهدينا في كل مكان مشاهدي اكسترا نيوز. شكرا جزيلا، شكرا مروج، عوده اليك مره اخرى. بشكركما جزيل شكر احمد عبد الرازق وسارية ياسين، فعلا يعني شكرا جزيلا لكما على هذه المتابعه من داخل المؤتمر الوطني السابع للشباب.